السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة. ها قد عدنا إليكم ونحن في فترة التقييمات وفي فترة الامتحانات والاختبارات باختبار جديد في اللغة العربية. أمس كنت أراجع دروسي في البيت وفجأة اهتزت جنبات البيت. إنه رعد قوي دوى في الأجواء غاضبا مزمجرا. أطللت من النافذة فوجدت الجو مقفهرا والبرق يومض هنا وهناك والمدينة تسبح في سيل جارف. أوقف المارة لا يجرؤ أحدهم على عبور الشارع. أغلقت النافذة بعدما أحسست ببرد شديد يلف جسمي الصغير وارتديت قميصي المصنوع من الصوف واتجهت نحو المدفأة أستمتع بحرارة نارها وأتفرج على ألسنة لهيبها وأنا أستمع إلى عويل الرياح. كيف أستطيع الذهاب إلى المدرسة؟ قلتها بصوت خافت فقالت أمي لا تخف يا سمير لقد اشتريت لك معطفا عنطرية. قلت معطف عنطرية؟ إذن مرحبا بالشتاء. نقرأ الأسئلة. اختر عنوانا مناسبا للنص. المدرسة الجميلة، مرحبا بالشتاء، العطلة الصيفية. ماذا كان يفعل سمير حين اهتزت جنبات البيت؟ اشرح ثم وظف الكلمات التالية. مقفهرا يلف. استخرج من النص فعل مضارع، فعل ماضي، حرف جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، واسم مفعول. اكمل بأداة استثناء. حضر جميع تلاميذ سمير. أحب كل الفصول، الشتاء. سافرت كل الحيوانات، هذا القط. أكمل باسم موصول مناسب. لم يأتي المعلم، يدرس سمير. حضرت النساء، حضرنا الحفلة. الأم هي النعمة لا تعوض. أكمل بكان إحدى أخواتها وغير ما يجب تغييره. كان البرد شديدا، لاحظوا كيف كتبنا كان البرد شديدا. الجو غائم، الشمس ساطعة. ندخل كان وإحدى أخواتها على هذه الجمل الإسمية. الوضعية الإدماجية. خرجت متوجها إلى المدرسة في يوم من أيام الشتاء فوجدت الثلج يغطي الطبيعة في الخارج. اكتب موضوعا عن فصل الشتاء وعن شعورك حين رأيت الثلج. إذن الحلول ستجدون رابط الحل أسفل هذا الفيديو.